في جولة المحافظات معانا كمان مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، منها توزيع الدفعة الرابعة من الشنط الرمضانية على الأسر المستحقة في كفر الشيخ وانطلاق الفعاليات والعروض الفنية بكورنيش النيل في بني سويف. امبارح كمان في المحافظات يا جمانة تم افتتاح في الحقيقة منافذ جديدة لمبادرة أهلا رمضان، وأيضا مبادرة كلنا واحد في محافظة الوادي الجديد، وتم زراعة 143 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية في الغربية. خلونا نعرف أخبار أكتر من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من شمال سيناء اللي استقبل فيها مستشفى العريش العام 14 طبيب من 4 جامعات مصرية لتقديم خدمات الفحص والكشف الطبي وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن وصول 2500 شنطة رمضانية كدفعة رابعة من بين 65 ألف شنطة مخصصة لمحافظة كفر الشيخ من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة. في الشرقية تم الانتهاء من توصيل 40 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى مركز ومدينة أبو حماد، وده بهدف توفير حياة كريمة ليهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي خلال أسبوع 129 رحلة طيران دولية سياحية أوروبية بزيادة في معدلات الوصول 10 رحلات عن الأسبوع الماضي، وبتأتي الجنسيات التشيكية والألمانية في صدارة الجنسيات اللي بتزور مرسى علم من 11 دولة أوروبية. في القليوبية تم بدء تنفيذ فعاليات الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وده بمشاركة 64 فريق على مستوى محافظة القليوبية. في بني سويف انطلقت فعاليات الأنشطة الثقافية بالممشى السياحي لكورنيش النيل بمدينة بني سويف ضمن خطة هيئة قصور الثقافة خلال شهر رمضان، واللي بتشمل عروض فنية وأمسيات شعرية ومقاهي وسرادقات ثقافية. في الوادي الجديد هيتم تنفيذ مبادرة أهلاً رمضان وكلنا واحد بمدينة موط اعتباراً من اليوم، وده استكمالاً لما تقوم به المحافظة من تخفيف العبء عن المواطنين بالعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين طوال شهر رمضان. في الغربية قامت الوحدات المحلية بزراعة أكثر من 143 ألف شجرة في عدد من المدن والمراكز بالمحافظة، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.